عندنا مشكلة كبيرة جدا، وزي ما حضرتك قلت في تراجع، لا هو في انحدار تام على مستوى الثقافة في مصر، وده راجع معرفش هو تجاهل من الدولة للموضوع ده تحديدا، لان ده محتاج شغل كتير قوي، محتاج تفعيل لوزارة الثقافة نفسها وتوجد ان هي ترجع تاني توجد نفسها على الساحة. وزارة الثقافة هي مش وزارة عادية، هي لو وصلنا لها هي من وزارات نقدر نقول من الوزارات السيادية لأهمية دورها والارتباطها بكل وزارات الدولة، ما ينفعش بقى وزارة الوحدة. وزارة الثقافة لازم ترتبط بوزارة التربية والتعليم، ولازم ترتبط بوزارة الشباب والإعلام ماشي. وزارة الثقافة لازم يبقى لها دور محدد في التحكم في الثقافة اللي بتمثل البلد. النهاردة في مصر دور النشر الخاصة موجودة وبتمارس أعمالها بقوة برؤى فردية ومن غير إطار للدولة تحكم فيه الثقافة دي، إذن يبقى أنت فقدت الهوية الثقافية بتاعتك. إن كل واحد عايز ينشر كتاب معين بينشره دون الخضوع لأي إطار تنظيمي أو رقابة. بتقصد بإيه بالإطار؟ عشان بس لا يفهم الكلام إنه كأنه نوجه الكتاب ده يتنشر، لا ده ما يتنشرش، الكاتب ده يروج ليا، الكاتب ده لا يروج ليا. لا أنا مقصود بالإطار اللي هو البرواز الثقافة العامة بتاعتنا. كل مجتمع في العالم ده كله ليه ثقافة. لو المصرية. الثقافة المصرية. أنت زمان كان في مقولة شهيرة قوي بتقول لك إن الكتاب بيتكتب في مصر ويطبع في بيروت ويتقري في العراق، فده كان معناه ان نبع الثقافة الوطن العربي كله بيطلع من مصر. مبتدا دوت كوم.